السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ ياك شخباركم؟ كي دايرين الحباب؟ ياك بخير؟ عواش مبروكه ومبروك رمضان ان شاء الله يا ربي، ويدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي، والحباب كاملين كبار وصغار وليدات كلهم داخل المغرب وخارج المغرب، الحباب ديالي كاملين صغار وكبار. كنبارك لكم رمضان وعواشر، عواشر مبروكه بطولة العمر ان شاء الله وبالصحيحه، واللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يعطيه صحيحته ويطول عمره ويعطيكم النجاح لوليداتكم كاملين كبار وصغار. الوليدات اللي كيقراو كلهم الله يعطيهم النجاح، وحتى اللي كيخدموا وحتى اللي كيتمناو شي حاجه الله يسهل عليهم والله يعطيهم صحيحتهم. ورا كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. أمكم رشيدة، مرحبا بكم عدا إن شاء الله رمضان، المحل ديالي راه فيه كل شيء إن شاء الله يا ربي في رمضان. مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجة إن شاء الله يا ربي يجي ليها. راه كنصاوبو كل شيء، هالشي ديال رمضان دابا راه بدلنا الخدمة. ومرحبا بكم، ودابا إن شاء الله يا ربي راني غادي نتشاركو معايا واحد المليويات ديال الفران. ومرحبا بكم، وقبلوا على امكم رشيده. وبسم الله توكلنا على الله. هنا غنوريكم المقادير ديال هاد المليويات ديال الفران، ها كيجيو زوينين ومزيانين الفطور، ديرهم بنادم هكا يتصاوبوا الفطور، كيجيو زوينين وخفيفين وماشي ما فيهم لا تمره لا والو، راه ساهلين كيجيو زوينين وساهلين. مليويات ديال الفران من داكشي وكيجيو زوينين، وان شاء الله يا ربي دابا غادي نبداو معاكم ان شاء الله المقادير ديالها شنو كنحتاجو. هنا عندنا شويه ديال الخميره ديال الخبز، ها هي كاينه شويه ديال الملحه، وكاين شويه ديال السنيده عيش، شويه ديال السنيده، وكاينه الزبده. وهنايا كاين النافع والجنجلان شويه معلقه صغيره، وهنايا كاينه جوج بيضات، وحده غير العجينه وحده للتزيين، وكاين جوج ديال الفاني حتى هما ديال التزيين. وبالنسبه للطلق كاين الزيت باش غنطلقوهم، والفرصه هوايا نص كيلو ديال الفرص، ها هوايا اللي بغى يدير يزيد فيه القمح يديرو، انا دايره على الفرص دابا، ها همايا. بسم الله توكلنا على الله، غادي نبداو معاكم. هادي على حسب حينتي كيتقب العجينه وداكشي كيجي حرج في العجينه، ديروا غير معلقه صغيره بحال اللي درت انا دابا هكا، شويه غير شويه، معلقه صغيره عامره. كاينه الزبده ها هي، السنيده والخميره ومليحه، دايره على القياس. كاينه بيضه ها هي، بيضه. بالنسبه لهادو، هادو كما قلت ديال التزيين. ودابا غادي نتوكلوا على الله وغنعجنوا الخبز هذا، السمنه ديالنا. بسم الله توكلنا على الله، خلطوا بعد الزبيده والبيضه هكا، قربوهم راه كتجي زوينه. هانتوما هانتوما الحباب، الميه سخونه، انا ما قلت لكمش الماء، كتكون دافئه على حسب باش كتعاوننا في الطلق ديال العجينه وفي الخميره ديالها وحنا غنمشيو معاها نعجنوها حتى هي نقادوها. معاها بشويه بشويه باش ما تجراش لينا هذا العجينه ديالنا. بالنسبه لهاد المقادير هذا، واخا ديروا كيلو لا روب، واخا هنا عينكم ميزانكم، الا زدتوا شي حاجه ديال الطحين راكم كتزيدوا هذا المقادير، وهذا زعما ماشي شي حاجه صعيبه، راه ساهله، ما ماشي غتنساوها ولا غادي
دابا غادي نعجنوها وكتجي زوينه، تجي مطلوقه وغزاله في الفران، مليويات من داك الشيء. يبغيوهم الوليدات، يبغيوهم مع فيهم ديك النافع فيهم. ما تحكزوش عليهم، الناس زوينين مناسبين. واحد رشيشة صغيرة ديال الماء، على حسب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. الطحين هذا كيشرب. نجي بحال الطريقه ديال القرص، هي هادو مليويات شي زوينين وكيجيو عاطي، والمنظر ديالهم زوين. وما تعكزوش، راه كلشي زوين وكلشي موجود. دابا غنمشيو معاهم بحال هكا، غنمشيو مع العجينه ديالنا بحال هكا، وملي غادي نكملهم نكمل العجينه ديالنا غادي نرجع معاكم تاني ونوريكم كيفاش غادي نقطعهم، حيت غنقطعهم مباشره هاد العجينه. دابا الحباب حنا غادي رجعنا نقطعوهم بعد ما طرحوا شويه، ها نتوما غادي نقطعهم صغار مليويات صغيرين. يجيونا بحال الشكل ديال، يجيو بحال شكل كرواس، هما مليويات، هادو ملاو، هما غيجيو زوينين وعاطين المنظر. نقطعوهم صغيرين بهذا الشكل، نقطعوهم هانتوما الحباب. معليش غادي نزيدوها هنايا، كندخلوها هاد الشي اللي باقي خاصنا اللي هي صغيرة، كنزيدوها نتوما، ندهنوهم هكا ونخليهم حتى يطرحوا باش يتورقوا لينا مزيان. انا كندهنو معاه بالزيت ماشي بالزبده، والطوراق كنورقهم بالزبده. دابا غنغطيهم بسلوفان وغنخليهم حتى يتلقوا يطرحوا لينا مزيان، وديك الساعه غادي نرجع غنطلقهم وغنوريكم كيفاش غادي ندير ليهم. دابا تبعوا معنا حتى الاخر ان شاء الله يا ربي. ها هما يقطعتهم دابا وغنخليهم يطرحوا وعاد نرجعوا معكم ان شاء الله
نشوفهم فين وصلوا. دابا نتوما المشاهدين احنا رجعنا باش نطلقوا المسمنات ديالنا، نورقوهم بحال هكا، نطلقوهم بالزيت حتى يتورقوا يوليو رقاق. ها نتوما انتما خليتهم حتى طرحوا باش ما يتقطعوش، حيتي فيهم ديك الجنجلان و الزرارع باش ما كيتقطعوش. ها نتوما تولوا رقيقين، ها تولات رقيقه. ها عندنا ندير الزبده، ها نتوما عيز الزبده ما كنديرش الطحين ولا. ها نتوما غير بالزبده صافي. ها نتوما نطويهم بحال هكا، نعاودو نطويوها بحال هكا، نطويوها طيا المسمن. هانتوما ونطويو نطويوهم شوية عراض، ما يكونوش قصيرين مزيرين. هانتوما ما نديروش ليهم بحال الملو. هانتوما جيبوهم حتى لهنا ونخليوها ندير لكم هكا جهتكم. ها نتوما كنخليو هاد شويه بحال هكا، كنديروا ليه هكا ندخلوهم. ها نتوما ندخلوها طريف وكنحلوها من هنا منين طوينا. ها نتوما باش كنخرجوا اليدين ديالنا. ها نتوما كنديروا ليها بحال هكا. ها نتوما ها نتوما شتي بحال هكا، كنعرضوها بحال هكا تجي عريضه وكنحطوها بحال هكا. ها نتوما كي كتجي، ها نتوما كيفاش كتجي، وكنحطوهم في الطاو. غنمشيو مع هاد العمليه بحال هكا كلها، نديرو ليهم نطلقو بالزيت. راه مطروحين مصاوبين، غنمشيو معاهم بحال هكا كاملين، وغنديرو الزبدة. نورقوها مزيان حتى تورق، تسرحوها مزيان واخا تقطع، حيتي فيها هذاك جنجلان وفيها راه كتقطع العجينه، ما تديوهاش فيها واخا تقطع حيت كتطوى. ها نتوما الزبده، ها نتوما ها نتوما طريقه ديال الملوي وديال المسمن. ها نتوما ها نتوما جبدوها باش تعطينا اتساع. هانت نطويوها عريضه ما تطواش. نتوما ندخلو هادو ما نخليوهمش. هانتوما ندخلوهم بحال هكا، نديرو ليها هي بحال هكا. هانتوما ونحطوها بحال هك، هي كتعطي الشكل ديالها اللي بغات اللي غتجي فيه. ها نتوما الشكل كيفاش، شتي كيفاش جات. يلا المشاهدين ها نتوما الحباب انا كملت، انا لويتهم كاملين، والتقراص ما كيتقرصوش بزاف، كيتقرصو عي شويه خاصهم يبقاو طالعين. دابا غادي نتسناهم حتى يخمروا، ها هما، وغادي ندهنهم. دابا غادي ندهنهم بالبيض، وغادي ندير لهم سميت دابا غندهنوهم ونخليهم يخمروا. ندهنهم كاملين.
اللي طايخه مروحه عاد غنديرهم في الفران، ماشي عاد دهنوهم وديرهم ديك الساعه في الفران، طيطلعوا شويه عيطلعوا شويه وديرهم في الفران يكون سخون هاد الدرجه ديال الخبيز، ها هي ما تغفلوش عليهم بزاف اللي يعاودوا يتحرقوا. هنا دهنتهم بالبيض، البيض درت فيه شويه ديال الخل، نتوما اللي يدير فيه الخل اللي يدير فيه الصوجا اللي يدير كله اختيار ديال كل واحد اشنو كيبغي يدير فيهم. انا البيض درت فيه غير الخل وهذا الفاني باش غنزوقو كيحيد حتى الريحه ديال هذا ديال البيض، ما كيخليش وكيعطي ريحه زوينه فيه. فانيل تزيينات هانتوما الحباب، راه كلشي ساهل ورمضان سعيد ان شاء الله يا ربي بطولة العمر ان شاء الله للحباب كاملين. احنا ساليناهم وغنخليهم يطلعوا شويه في الخميره وغنديرهم في الفران، وديك الساعه غادي تشوفوا كيفاش جاوا المشاهدين. هانا طيبت المسمنات ديالي ديال الفران، ها هما شو كيجاو، هما زوينين غزالين. هانتوما ها شتي، هانتوما كيفاش جاو، هانتوما بالصحه والراحه للجميع. راه كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين زوينين وغزالين، بالصحه والراحه للجميع ورمضان سعيد ان شاء الله يا ربي، ونتمناكم ديروهم ان شاء الله ويعجبوكم ويجيكم خفيفين على الخاطر والقلب، وبالصحه والراحه للجميع. وها المسمنات ديال الفران بالصحه والراحه، نتمناكم ديروهم ان شاء الله وتجاوبونا في الكومونتير، وشكرا عليكم وكنشكركم بزاف بزاف، وتهلاو فمكم رشيده وبارطاجيو وديروا جيم. وها المسمنات واجدين ومرحبا بكم المحل، راه حنا غنبداو الاول دابا في رمضان ان شاء الله يا ربي، راه حنا بادئين ورمضان سعيد ودخل عليكم بالصحه والراحه وطولة العمر ان شاء الله يا ربي وبالصحه والراحه. وهذا الشيء راه كله غيكون عندنا ان شاء الله في المحل، اللي بغى شي حاجه يجي مرحبا به وبالصحه والراحه للجميع ورمضان سعيد.